سبب الوقت هو حضرتك دي احنا بنطالب بحمله ماجستير ودكتوراه دفعه 2015 بمساواه بالدفعه اللي قبلنا. قرار كان طالع من 2002 ل 2014، بالاضافه ان كمان في قرار دفعه 2014 اعتماد 2015 صدر لهم قرار خاص في شهر 8 اللي فات بالتعيين. احنا بنطالب كمبدا مساواه في الدستور ان احنا نتساوى بالدفعه ديت، كمان ان احنا لا مشاغبين ولا بنطالب تعطيل البلد ولا اي حاجه، بالعكس احنا عايزين نفيد البلد. احنا كمصريين بنقول البحث العلمي دي حاجه كويسه، ملناش درجات في البحث العلمي في الكليات والجامعات، فنقول يا جماعه عينونا في الجهاز الاداري علشان احنا عايزين نفيد البلد. هو التعيين هو قرار بتعيننا المستر المتاز اصلا العام، قرار بتعيين دفعه حمله الماجستير زي ما صدر السنه 2014. دلوقتي بيقول لك لا مش هيصدر قرار. طب ازاي مش هيصدر قرار وانت لسه اصدرت قرار لدفعه الدفعه التكميليه 2014 2015؟ قصر الدفعات السابقه من 2002 ل 2014. طب وحضرتك مطالبين بالتعيين من 2002 ل 2014، انتوا عايزين 2015 تخش مع 2015. طب وايه الاجراءات اللي انتوا خدتوها لغايه دلوقتي مع والله احنا دلوقتي بقى لنا دي 11 وقفه، الوقفه 11. احنا اخر مره كان عندنا وقفه هناك احتجاجيه عند رئيس مجلس الوزراء وتم الاعتداء علينا. احنا ما نستاهلش الاعتداء ده، احنا 9 وقفات عند مجلس الوزراء بنروح نقول الكلمتين اللي احنا بنقولهم بكل ادب واحترام. احنا عايزين نوصل ان احنا اصحاب مشكله يا جماعه، احنا يا جماعه بنطالب بتحسين الحاله الاجتماعيه لحمله الماجستير والدكتوراه. شفنا مسافاتك من عمري وانت عايزني اموت حلمي، وانت عايزني اموت حلمي. بوبا واصحى وتعالى قول لي، بوبا واصحى وتعالى قول لي ابن سيادتك شغال ايه، ابن سيادتك شغال ايه، والعربيه ماركتي ماجستيرك ضعيف، انك تبيع قلبك وجسمك وانك تبيع علمك واسمك ما يجيبوش حد الرغيف. سألوا جحا عن سر بيتكم، قال لك اصل الكان وشبكوا اللي كان من تحت ميت واللي كان من فوق طفيف. ده شعور سخيف، وشعور سخيف انك تكون رمز الشحاته، تبني مبنى للشحاته، تعمل وزاره للشحاته. يا تاج يا دوري عدي فوقي ودوسي، نصبوا عليا وشحتوني فلوسي، ربطوني فيكي حتى ما تخميت. هما اللي فرحوا واحدة انا تخميت، انا اللي صاحب البيت، انا اللي صاحب الشهاده، عايش بدون لازمه. ولما مره شكات ادوني بالجزمه، مش لاقي تدفع عليك، مش لاقي تدفع عليك، هاتولنا وجيبولنا وادونا وادونا وعينونا هنجيب من ايدي، مش لاقي تدفع عليك. طافح يا بلدي غدايا ولوحتي غدايا، وادي لحب التقوا وتجمعوا عدايا. انا اللي زرع الذهب بتاكلين سباخ، مركنده دكلي ودلع بزياده دلعي. لا شفتي فيكي انا ولا شفتي فيكي طرف، كل اللي فيكي قرف. كرامتنا بتهانى واللقمه بيهانه والتعليم بيهانه، بتخلي فينا ليه لما انت كرهانه؟ يعني ايه تبكي انت بيت النيل يا بوبا وكل يوم الميه تقطع؟ يعني ايه لما اشتكي غلو الفاتوره يقولوا تشكي بس تدفع؟ لما قش الرص قش الرص ثروة بتتحرق، واما نفط العمة ثروة بتتسرق، واما جلادك على اولادك بيقطش
واما علمك ما يلاقيش ياكل فنقفش. يعني ايه نرفع ايدينا بالسلام لاجل المساعد؟ ويعني ايه لما ماشي بحالي اتشكي اشتباه؟ يعني ايه لما تحبس 4 سنين بحبس احتياط؟ حبس اعتباط؟ يعني ايه ما انتش حاسه بالعمر وبلاوته بالصب بيمر العمر ليه؟ ده انا كنت اوهبلك حلاوه. انا عمري ما اتامرت، والله عمري ما اتامرت ولا حطيت شروط. ومكان ما ترسى مركبك مبني شطوطي، انا كنت جاشك لما مماليكك معوكي، وكنت يوسف لما عشت سنين عجال وطلوعتي اللي في معركة قادش حموكي، وشفايفي دي اللي ما وطلتش في يوم تام، انا كل بشبر فرضك اتمنى اختفي، وكل يوم عشتي انا اتعذبت بيه.